بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا شرفتنا الاخت العزيزه غنى العياده، وهي ان شاء الله مرت التجربه انه هذا عندها مرض الورم اللي تغلبت عليه 100%. فالحمد لله على السلامه اختي، ان شاء الله يا رب من هذا الدوام العافيه وتمام العافيه. الله يسلمك. يعني شلون توصفين لنا مثلا استقبالك المرض، ويعني استجابتك للعلاج ووضعك الحالي؟ دكتور يعني بالبداية أول تعرف صدمة، لازم البشر يمر بهاي الصدمة، بس لا. تحلمت يعني لا. وحاربت وضربت الكيمياوي وراح سويت إشعاع جلسات والحمد لله، وهسه يعني صار تحاليل كلها نظيفة بفضل الله وفضله. لا عفوا، احنا ان شاء الله كلنا سبب الله سبحانه وتعالى، هو المشافي المعافي. اذا يعني الرسالة نوصلها لمريضاتنا واخواتنا العزيزات، لازم يتعالجون الطب طبعا متقدم ومتغير. يعني احنا يعني الادوية اللي قبل سنتين نستعملها هسه بعد كورونا تغيرت، يعني الطب في تقدم مستمر، نظام علاج الكيميائي والبيولوجي والمناعي والعلاج الشعاعي كله تغير، والاجهزه تغيرت، الادويه تغيرت. فالحمد لله والشكر، اذا شخص خضع لعلاج صحيح علمي وكمله بما يرضي الله وما يرضي علم الحديث، ان شاء الله شفنا نتائج بديعه. وبصراحه عن هذا المرض كثير ناس تخافين منه، لكن هو احسن للسكر واحسن للضغط، لانه هو بالضغط السكر طول حياته ياخذ علاج، هذا فتره مؤقته ويخلص منه، لكن يكون كشف مبكر في الوقت المناسب. مو يجي المريض مثلا هامل نفسه، اذا حس عنده شيء عارفه وكان واخذ 8 اشهر 10 اشهر شويه يصير استجابته للعلاج صعبه. نشكر زيارتك، ان شاء الله دوام العافيه وتمام العافيه يا رب، ما تحتاجين الا ووفق عيادتك ان شاء الله. يعني انت يعني تسعى لهذا المرضى، تسعى يعني شلون يعني شلون تعاوننا؟ واجب علينا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تمام العافيه وعافيه كل مريضاتنا ومرضانا، والله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا اختي، الله يحفظك، شكرا جزيلا. الله يسلمك.